السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية أود أن أتكلم باختصار شديد حول 3 نقاط. النقطة الأولى، فإني أود أن أشكر كل من تفاعل معنا عبر صفحتنا الفيسبوك أو عبر اليوتيوب، وأشكركم جزيل الشكر وأثني عليكم الثناء العطر الجميل لما رأينا منكم من حسن سمع وإنصات وحسن تفاعل، وحتى أنكم كنتم صراحة مثال جميل جدا جدا في الدعوة إلى الله جل وعلا. وهذا العمل أسأل الله تعالى أن يكتبه لكم في ميزان حسناتكم وفي صحائفكم، وأن تلقونه إن شاء الله تعالى ترون نتيجته وأكله في الدنيا قبل الآخرة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، فإني أشكر كثيرا كثيرا الكثير من الإخوة والأخوات الذين تفاعلوا معنا، حيث قلنا لهم أننا نريد أن ندخل البهجة والسرور على كثير من الناس الذين ربما يعني ابتلوا، يعني هذا ابتلاء من الله جل وعلا، وامتحان. الفقر كذلك امتحان وابتلاء من الله سبحانه وتعالى، فلقلة اليد وقلة الحاجة لا يستطيعون أن يشتروا أضحية العيد. فتفاعل معنا كثير من الإخوة من داخل المغرب وخارجه، فجزا الله الإخوة، أنا أشكرهم وهم يعرفونني الآن، الإخوة الذين في النرويج والأخوات في سويسرا وفرنسا وغيرهم من الأخوات، حتى في المغرب الأخت التي مدتنا بأضحية وغيرها من الأخوات كذلك والإخوة، حيث أدخلنا البهجة والسرور على كثير من المحتاجين، على أرامل وعلى يتامى وعلى مساكين. وصراحة أنتم ربما لم تروا ما رأيت، لأني أنا من أدخلت هذه الأكباش والخرفان وهذه الأضاحي على الناس، وكان برفقتي الحمد لله بفضل الله عز وجل الناس كذلك، فقد رأينا الدمعات يعني سبحان الله، والدعوات الكثيرة التي وصلتكم، فسبحان ربي العظيم. والله الدعوات التي يعني أخذتموها من عند أولئك المحتاجين، والله يعني لا تساوي، لا تقدر بمال. كيف كانوا يدعون دعاء الملح والمحتاج ودعاء المضطر ودعاء الرجل البسيط الذي لا تملق فيه ولا شيء، يدعو من قلبه يعني تدمع عينه، وسبحان الله العظيم يعني ما شاء الله. يعني والله عندكم أجر كبير عند الله جل وعلا، أجر كبير. يعني تروا حتى في اللحظات الأخيرة منهم من يئس أنه سوف يشتري الأضحية، وفي الأخير ندخل عليه باتصال ندخل عليه كبش العيد، ومنهم من ساعدناه ماديا كما قلت في صفحة الفيسبوك، كما اتفقنا مع بعض الإخوة الذين أرادوا أن يساعدوا من يحتاج إلى شيء من المال، منهم من أراد الشرط أن يكون هذه الأضحية للأرملة أو اليتيم أو المسكين. فقد بفضل الله تعالى ما نحن كما قلت إلا قنطرة جسر عبور بين الميسورين والفقراء، وأسأل الله تعالى يوفقنا وإياكم لطاعته والعمل على مرضاته. فالحمد لله رب العالمين، والله الذي لا إله إلا هو، أنا يعني فرحت فرحا كبيرا كبيرا لما رأيت من تفاعل الإخوة والأخوات في المشارق والمغارب، حتى والله الذي لا إله إلا هو بعض الإخوة أتوا من الخارج وأتوا معهم أموال لأصدقاء لهم أو أصحابهم، يقول هذه أعطيها للشيخ نعيم حتى هو يتكفل بفضل الله سبحانه وتعالى. والله يشهد أنني أقسم بالله وربي يشهد علي، ما بقي في جيبي ولا درهم، بل أضفت من عندي والله الحمد والمنة حتى يرتاح الجميع. كل ما أتى قدمته وزدت عليه بفضل الله سبحانه وتعالى حتى لا أرمى بشيء، أنا فقط من باب التذكير حتى يعني يرتاح الجميع. طيب، ومسألة أخرى أريد أن إن شاء الله تعالى، هي مسألة أخرى، هي أننا إن شاء الله تعالى بعد يومين لنا إن شاء الله جل وعلا كما قال النبي، كما جاء في السنة والآثار، أنك من كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم، ثلث لأهلك وثلث الثلث يؤكل وثلث يهدى وثلث يصدق به. فإننا إن شاء الله تعالى قررنا بفضل الله تعالى أن نذهب كما يعني بفضل الله تعالى نصنع في كثير من المناسبات، أننا نذهب إلى الخيريات والجمعيات التي فيها اليتامى والتي فيها رجال المسنين، دور العجزة، ونأخذ اللحوم من الناس ونذهب بها. هناك أخوات بفضل الله عز وجل
يطبخنا هذه اللحوم ونذهب بها إن شاء الله تعالى، وتكون إن شاء الله نحاول إن شاء الله هذه المرة أسجل إن شاء الله تعالى هذا الشيء، يسجل بإذن الله تعالى عبر الكاميرا، ترون كيف ندخل عليهم على الرجل الكبير والمرأة الكبيرة، ونقدم لهم الأكل والشراب حتى نذهب إلى دور الناس المدمنين الذين تخلى عنهم القريب والبعيد كذلك، نذهب إلى كثير من الجمعيات الخيرية التي تحتاج إلى المساعدة، بل إننا إن شاء الله تعالى سوف نمدهم بالطعام، وكذلك نخصص يوما كي نذهب بهم إلى الحمام، وإن شاء الله تعالى ننظفهم بإذن الله تعالى، ونمدهم بألبسة إن شاء الله جل وعلا، وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا هذا العمل، أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا هذا العمل، وأن يكون خالصا لوجهه الكريم، اللهم آمين. وأختم أنني إن شاء الله تعالى قررت أن أغلق صفحة الفيسبوك، لأنني أقول ولله وكل كل الإخوة والأخوات يرون هذا، تأذيت فيها كثيرا، فإن بفضل تعالى هناك الحمد لله إخوة وأخوات فضل جل وعلا يعني كثير يعني يشاركون في الخير ويساهمون في الخير، لكن هناك من لا خلاق له، هناك من لا أدب عنده، هناك من لا يحسن حتى الكلام، هناك من يدخل باسم ثم يجعل شوشرة ويعني فتنة ثم يذهب، ولكن أنا لا أستطيع أني أراقب صفحة فيها آلاف الناس أو مئات الناس لوحدي، هذا شيء لا أستطيع، وربما أغيب لساعة أو ساعتين أو نصف يوم، فإذا بي أجد كلاما يعني مقل بالأدب وبالحياء، سبحان ربي العظيم، هذا لا يعقل، ولا وأخشى أن أحمل وزرا، كما أن رأينا مؤخرا أن بعض الناس يعني يضعون مقالات عن الشيعة ويعني يدعون إلى التشيع، وربما لكثرة المقالات والردود، فأنا لا أستطيع أن يعني أن أحوي وأن أنظر إلى جميع ما كتب على الصفحة، فحتى لا أحمل وزرا وحتى لا أكون يعني داعية للفتنة فإني أغلقها، مع أني أعلم أنها بفضل الله تعالى قد استفاد منها الكثير، وقد رأيت بأم عيني كم من إخوة وأخوات يناشدنني ويسألنني ألا أغلقها أنهم استفادوا منها، فأنا أقول المسؤولية كثيرة، وإن شاء الله تعالى لأنني بفضل الله عز وجل تحملت مسؤولية أخرى، فضل تعالى سوف ترونها وتعرفونها، فكما قلت لن تبقى الرقية سبهللة، ولن تبقى الرقية هكذا مفتوحة لكل واحد، فإن شاء الله سوف نؤطر ونؤصل مسألة الرقية الشرعية في البلد إن شاء الله جل وعلا، وتكون لنا كذلك رحلات لمحاضرات ودورات بفضل الله عز وجل في الرقية الشرعية، وهذا مع اتفاق مع الجمعيات وحتى بتركيز كذلك مع لجان داخل الوطن بفضل الله سبحانه وتعالى، وقد تمكنا من هذا بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب أنا أقول بالنسبة حتى لا يلومنني الإخوة والأخوات في صفحتي على الفيسبوك، فإني ما أغلقتها إلا طاعة لله جل وعلا، كما أني فتحتها لله جل وعلا، فإني لم أفتحها وربي يشهد ما فتحتها من أجل الدعاية لنفسي، فإن اليوتيوب يكفيني بفضل الله عز وجل، والحمد لله أنا قبل يوتيوب معروف بفضل الله سبحانه وتعالى، ليعلم الجميع، قبل أن يأتي اليوتيوب الشيخ نعيم أو الراقي نعيم ربيع لليوتيوب، فهو معروف بفضل الله سبحانه وتعالى، وكان الناس يأتون عندنا من كل مكان، فقط عندما يشفى بفضل الله عز وجل، والله هو الشافي ولست أنا، عندما نكون السبب، فإنهم يذهبون ثم يأتون بآخرين أو يرسلونهم، وهذا معروف بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك كنا على البالتوك، والبالتوك هو أعظم من اليوتيوب وكل الإنسان يعرفه، وكنت معروف في البالتوك، وكذلك في لانسبيك كما قلت كنت داعية معروف في لانسبيك، والإخوة يعرفون هذا، فبعد هذا قررت أن أركز على ما أرى وما ترونه من فيديوهات ما هو إلا حصيلة 3 سنوات تقريبا، أما لو أني كنت أسجل كل شيء في مسيرتي هذه الدعوية وعلى العلاجية في عن طريق الرقية الشرعية والعلاج الأصيل رأيتم العجب العجاب، لكن ما وصلكم يكفي، قد به تضحى حقيقة شخصية الراقي المغربي نعيم ربيع، ولكن عندما ألمز في كل يوم وأطعن من خلفي وعن يميني وعن شمالي فإني لا أستطيع يعني أن أبقى فقط كلما ينبح إنسان كرمكم الله أو يتلفظ رجل أو شيء ألقمه حجرا يطول بالمقام، ونحن نريد أن نسير إلى الأمام، ولشيء وحتى أختم إني سوف أغلق صفحة الفيسبوك، وكذلك فإني أقول ولله عز وجل مسألة اليوتيوب هذه سوف تكون قناة دعوية، بحيث أني أؤصل لمسألة الرقية الشرعية، وما وضعته من فيديوهات حول الرقية وحول تسجيلاتها فإني لم أعد أريد أن أظهر نقاط ضعف الجن، أو أريد أن أظهر كيفية أن يتعامل، لأن بعض الناس من خلال فيديوهاتي تعلموا الرقية لكن تحصرموا قبل أن يتزببوا كما يقال، فهو عرف اليسير فظن أنه قد ألم بكل شيء، فصار فتح له محل أو صار يرقي في مكان، والله المستعان، لكنه لم يعد حتى يريد أن يتأدب وأن يسأل، صار يتعالم
وتعالى وظن أنه وصل إلى القمة. وهذا هو الشيء الشيء يعني الذي لا يعني أقول الذي يقف عثرة وحجرة أمام الناس حتى لا يصلوا إلى الأمام. نحن إلى الآن لازلنا نطلب، إلى الآن لازلنا نقرأ، إلى الآن لازلنا نحضر دورات، إلى الآن لازلنا نبحث عن الجديد، إلى الآن لازلنا ولازلنا بفضل تعالى. وفوق كل ذي علم عليم، ما يستطيع إنسان أن يلم بكل شيء. ولكن عندما ترى، أنا صرت أتعجب من مما يكتب عن صفحات في الفيسبوك، وصرت أتعجب من الفيديوهات على اليوتيوب، وصرت أتعجب مما يكنى به كل واحد يعني. وعندما ترى، لكن إن شاء الله أبشر قريبا بفضل تعالى، ليس قريبا، سوف نشرح إن شاء الله تعالى، ما من إنسان في المغرب يدعي أنه راق، سوف يأتينا إن شاء الله تعالى بشهادته، أو إن لم تكن له شهادة فإنهم بإمكان أن يخول شهادة، لكن إذا رأينا فيه أنه يستحقها بفضل الله سبحانه وتعالى. أقولها ولله جل وعلا، إني لست عدوا لأحد، وليس في قلبي غلا لأحد، ومن آذاني فإن حسبي الله، وإن وكيلي هو الله، وهو عليه اعتمادي. وأسأل الله تعالى أن يهدينا وإياكم إلى سواء السبيل، وأن يبصرنا وإياكم بالحق ووفقنا لاتباعه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبابي، والله إني أقول هذا رغما عني، وأعلم أنكم تحبونني في الله عز وجل، وأشهد الله أني أحبكم فيه، أشهد الله أني أحبكم فيه، وأني أرجو لكم الخير والنجاح والصلاح. ولكن اعذروني، فإذا استطعنا وفقنا الله تعالى لأن نجعل غرفة صوتية نجتمع فيها مرتين في الأسبوع، فإن إن شاءنا على استعداد إن شاء الله جل وعلا، فيكون السؤال مباشر والجواب مباشر، وتكون المواعظ مباشرة إن شاء الله جل وعلا. أقول وأعيد، ما أخرجني من اليوتيوب من الفيسبوك إلا شيئين اثنين، أنه أخذ وقتي فصرت لابد أن أرى وأرد، وشيء آخر كثر الهمج الرعاع. أقولها للأمانة، كثر الهمج الرعاع الذين لا هم لهم ولا شغل لهم إلا النظر إلى الفيسبوك بالسب والسلب والشتم، وهذه ليست بخلق أخلاق المسلم، وحسبنا الله ونعم الوكيل. ولهذا نحن نبتعد عن قيل وقال، إن الله كره إليكم القيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، فإني رأيت أن الكثير يتكلم ويهلف بما لا يعرف، وهمه فقط التشنيع، وهمه فقط أن يطعن في الأعراض وأن يطعن في النيات ليصل إلى نية أو إلى مبتغى. ولكن فليتذكر قول الله جل وعلا، وقفوهم إنهم مسؤولون، وليتذكر قول الله جل وعلا، وعند ربكم تختصمون، وليتذكر قول الله جل وعلا، أحصاه الله ونسوه. فكم من سيئات كتبت، وكم من يعني أعراض رميت بالباطل، وكم من أكاذيب لفقت، وكم من آثام حسبت، وعند الله ترونها رأي عين. فبشرى لمن أسلم وآمن وعمل صالحا. قال الله تعالى، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. أحبابي، إخواني وأخواتي، أحبكم في الله، وأشهد الله أن يحبكم حبا خالصا لوجهه الكريم، وأسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم، وأنا على استعداد لمساعدتكم في كل وقت وحين، ولن أبخل بفضل الله جل وعلا. يتمنى كل واحد منا أن يكون له إخوة وأخوات على دربكم وعلى نهجكم حتى يبقى معهم، وأن ينظر إليهم. وقد والله أشهد الله أن أسماءكم، بعض الأسماء فقط النظر إليها يجعل على القلب بردا وسلاما، والله فقط، لأنه يعرف حقيقتها وصدقها وحبها، ويعرف كذلك يعني مساعدتها، ويعرف أشياء كثيرة عنها فقط النظر إلى الاسم ولو كان غائبا. لكن يعز علي فراقكم، لكن قدر الله وما شاء فعل، قدر الله. والذين كانوا سبب في حرمان الناس من العلم النافع ومن الدعوة إلى الله جل وعلا فحسابهم على الله. والحديث يبين على أن أشد الناس وزرا من فقد الخير بسببه، ومن كان سببا في فقدانه وحرمانه. أسأل الله أن الله يحرمنا الخير أينما كنا، وأن يجعلنا مباركين أينما كنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.